في إطار الاهتمام اللي توليه الإدارة الفرعية للقضايا الجرمية للحد من الجريمة وعلى إثر تواتر عملية السرقات من محيط المؤسسات المالية، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الجرمية مؤخرا من ضبط عدد 2 أنفار، إحداهما محل عدد 7 مناشير تفتيش اللي تورطوا في قضية ترصد شخص أحد رجال الأعمال اللي يعيش بأوروبا، وحال وصوله إلى مطار تونس كرتاج تعقبوه زوز أطراف هذوما متن دراجة نارية ومنها الاستيلاء على حقيبة تحتوي ما قيمته تقريبا حسب التصريحات المتضرر في القضية هذه ما قيمته 100,000 دينار. أمكن للإدارة الفرعية للقضايا الجرمية من ضبط زوز أطراف هذوما واللي كما سبق وصرحت انه احداهم محل عدد 7 مناشير تفتيش، وبطرف تصريحاتهم اعترفوا تفصيليا باقترافهم للقضيه هذه، وعدد 13 قضيه مماثله منها عدد 3 عمليات استهدفت حرفاء يتوافدوا على المؤسسات الماليه واللي غنموا منها مبالغ ماليه هامه. كما اعترفوا تفصيليا باقترافهم لعدد 8 سرقات لدرجات نارية اللي كنتوا صورتوها توا، اتسنى الحج للبعض منها. وفي ذات الإطار تم ضبط عدد 2 أطراف مورطين أيضا في ترصد الحرفاء اللي توافدوا على المؤسسات المالية، وآخرها معناها إحدى الحريفات اللي كان سحبت ما قيمته تقريبا 18,000 دينار تعقبوها، ثم بعد عملية الرصد سنى لهم الاستيلاء على عدد على مبلغ مالي قدره 18,000 دينار. وفي ذات السياق من خلال مواصلة التحريات معهم ثبت تورطهم في سرقة من داخل محل مسكون كائن بجهة باردو، وعلى أثر أيضا الأعمال اللي تقوم بها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أعمالها المعهودة، تمكنت بعد ما تعرض احدى النزول في جهه البحيره الى سرقه خزنه حديديه كانت تحتوي على ما قيمته تقريبا 150,000 دينار تونسيه. والجاني لهنا بعد ما تعمد الاستيلاء على المبلغ المتحدث عليه كان بنيه طمس معالم الجريمه، اضرم النار في المكتب هذا حتى ما يبقيش اي اثر للجريمه نتاعو. في ظرف وجيز تقريبا بعد ما تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الجرمية تسنى لها ضبط ذي الشبهة بجهة قعفور من ولاية سليانة، والذي اعترف بدوره تفصيليا باقترافه للعملية هذه وبعملية إضرام النار في ذات المكتب اللي كان فيه الخزنة هذه، وتسنى لنا حجز تقريبا ما قيمته 50,000 دينار. والأبحاث لا زالت جارية بنية التعرف على باقي معناها تفاصيل هذه القضية. كما أمكن للإدارة الفرعية للقضايا الجرمية بالتنسيق مع زملائنا بمنطقة مجرين بعد ما تعهدنا في قضية تكوين وفاق بنية سرقة السيارات رباعية الدفع وتهريبها خارج أرض الوطن، من ضبط بادي الأمر لدى زملائنا بمنطقة مجرين طرف، حال تعهدنا بالبحث تبين أن هذا الطرف قد أدلى بهوية مزيفة، وبالتثبت في الهوية الصحيحة تبين أن هذا النفر محل عدد 19 منشور تفتيش، منها الفرار من إحدى المحاكم التونسية، وباقي مناشير التفتيش اللي هي لوحدات أمنية مختلفة جلها لأجل تورطه في قضايا جنايات. في الإطار الأبحاث معه اعترف بارتكابه لعدد 5 سرقات استهدفت سيارات رباعية الدفع معية مجموعة من الأطراف. أمكن لنا ضبط 2 منهم واللي بتلقي تصريحاتهم اعترفوا تفصيليا بما جاء على لسان مرافقهم هذايا اللي هو رئيس العصابة اللي هو محل عدد 19 مشهور تفتيش. كما أتسنى الإدارة الفرعية للقضايا الجرمية بالتنسيق مع زملائنا
ما بين منطقة الأمن الوطني بجربة وزملائنا في القاصرين، تحديدا منطقة الأمن الوطني بسبيتلة، من تفكيك شبكة مختصة في معناها الاتجار في القطاع الأثرية، حيث تسنى للإدارة الفرعية الإجرامية حجز ما قيمته تقريبا أعداد 90 قطعة أثرية سوف يتم عرضها على المعهد الوطني للآثار لتبيان معناها قيمتها التاريخية، ومنها سوف يتم جميع الأطراف إلى السلطة القضائية التي سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأن جل الأطراف في القضايا اللي كنت نحكي لكم عليها.